إذن مشاهدينا الكرام، أنتقل وإياكم إلى مراسلنا من الموصل محمود الجماس. أهلا بك زميلي. وحول الحرائق، حرائق المحاصيل الزراعية هناك، ما الأسباب وكم الخسائر حتى اللحظة؟ نعم زميلتي، كل التحية لك ولكل مشاهدي التغيير. في نشرة المنتصف، شهدت محافظة نينوى خلال 24 ساعة الماضية حريقان في المحاصيل الزراعية. الأول كان في شمال مدينة الموصل في منطقة الشلالات على بعد يعني تقريبا في سخوم المدينة، والثاني كان في ناحية جمار ما يقارب 200 دونم أو أكثر من 200 دونم إلى 250 دونم احترقت وتضررت جراء هذه الحرائق. وما قبلها كان هنالك حريق ثالث، لكن سببه كان واضح، كان بسبب صاعقة رعدية إثر المنخفض الجوي الأخير الذي حدث. وهذا الحريق كان في ناحية ربيعة التابعة لقضاء سلعفة. يعني ملف المخاوف لدى الناس والمزارعين بدأ يتصاعد، خصوصا مع الحريقين الأخيرين. بعض شهادات المزارعين التي استمعنا لها تقول أن فرق الدفاع المدني غير كافية والاستعدادات ليست بالمستوى المطلوب لمواجهة تحديات الحرائق في المحاصيل الزراعية. وكما هو معلوم نينوى هي تسمى بسلة خبز العراق، وفيها أكثر من مليون دونم مزروعة في عموم المحافظة من شمالها حتى جنوبها. حقيقة هنالك مخاوف لدى المزارعين من تكرار الحرائق، سواء كانت بحوادث عرضية أو مفتعلة. مخاوفهم في قلة عجلات الإطفاء، قلة المفارق المنتشرة في عموم الأقضية والنواحي. وهنا أريد أن أعرج إلى مسألة، أن الدفاع المدني في نينوى يعاني من نقص كبير جدا بعجلات الإطفاء والمفارز ومفارز الإسناد والعجلات التخصصية. ما قبل عام 2014 كان الدفاع المدني يمتلك ما يقارب 200 عجلة إلى أكثر من 200 عجلة من خدمية وتخصصية وعجلة إسناد وعجلة إطفاء إلى آخره. خرج من الحرب بما يقارب 50 عجلة فقط، منها متضررة متهالكة تعرضت لتحتاج إلى صيانة. حصل على دعم بسيط بعشر عجلات من إحدى المنظمات الدولية، و الدفاع المدني في بغداد أسنده بعشر عجلات أخرى، والمحافظة قدمت أيضا بعض الحوضيات. عموما لم يصل العدد إلى أكثر من 100. بالتالي نحن في محافظة فيها أكثر من مليون دونم مزروع وخمسة ملايين دونم صالحة للزراعة، الدفاع المدني فيها لا يمتلك سوى 100 عجلة فقط، ما بين خدمية وما بين تخصصية وما بين دعم لوجستي وما بين عجلات إسناد، أي أنه يعمل ب طاقة 50% أو ما دون 50%. مساحات الشاسعة للأراضي الزراعية واتجاه الفلاحين إلى استخدام نظام الري بالمرشات جعلهم يستغلون مساحات جديدة ليس بالاعتماد على الأمطار. بالتالي اتسعت رقعة التحدي أمام كوادر الدفاع المدني في الوقت ذاته. الإمكانيات والدعم الموجود هو محدود، وهذا بالتالي انعكس سلبا. يعني حرائق بسيطة شارك فيها الأهالي، سكان القرى، أصحاب الجرارات الزراعية في شاركوا في تحييد النيران وإخمادها في سبيل عدم انتشارها. فكيف لا سمح الله إذا كان هنالك حرائق كبيرة أو لا سمح الله حرائق مفتعلة، كيف ستكون مواجهة هذه الحرائق؟ كيف ستكون مجابهتها وتحييدها لعدم الانتشار وخسارة الفلاحين؟ نحن نتحدث عن مخاوف يعيشها هؤلاء المزارعون وهؤلاء الفلاحون بعد عامين أو ثلاثة أعوام تقريبا شبه جفاف، وكان لديهم خسائر مادية، وهم على أمل ويطمحون بأن يكون هذا الموسم هو موسم جيد، موسم فيه غزارة بالمحصول ليسدوا الخسائر التي تعرضوا لها. لكن الآن يواجهون هذه المخاوف، هنالك مناشدات مطالبات بإسناد المحافظة وإسناد فرق الدفاع المدني بالمزيد من العجلات الحوضية من عجلات الإطفاء، أو على الأقل بتزويدهم بمنظومة حرائق لكل مزرعة، تزويدها بمنظومة حرائق زراعية، حتى إن كان هنالك لربما المزارع هو من يشتري، ولكن نصف المبلغ سيكون على نفقة الحكومة كما يحصل الآن في النجف. ولكن فيما ذكرته قبل قليل، قلت بأنه لا يعلم الأسباب، هل كانت هي أسباب لربما متعمدة أو عرضية؟ هل تم تشكيل لجنة تحقيقية في هذا الشأن؟
يعني زميلتي بتويت هذه الحوادث بشكل روتيني واجراء روتيني حكومي عندما تحضر فرق الدفاع المدني ويكون هنالك محضر، يكون هنالك ايضا تحقيق في مراكز الشرطه التي تقع في ضمنها الاراضي التي حصلت فيها الحرائق. عموما هذا يعني كاجراء امني يبدا التحقيق وتتابع الى ان تخرج بتوصيات ويتقدم صاحب المحصول بشكوى اذا كان لديه شك بانها بفعل فاعل ولم تكن عرضيه. ام لكن كاهتمام او كاجراءات من مثلا مجلس المحافظه كمتابعه من اداره المحافظه من دائره الزراعه حقيقه لم نرى اي اجراءات اداريه، لم نسمع باي لجان لمتابعه هذا الملف، لم نسمع باهتمام حكومي على المستوى المحلي بالشكل المطلوب. الاجراءات فقط التي تحدث هي الاجراءات الامنيه الروتينيه التي تحدث في اي حادث سواء كان حريق حتى في دار او في ارض زراعيه، هو اجراء امني روتيني يتم العمل به واخذ افاده صاحب الارض، واذا تقدم بشكوى يستمر التحقيق لحين الوصول الى نتائج. يعني الحرائق التي حدثت امس لا امتلك معلومات دقيقه جدا هل هي بفعل فاعل ام لا، ولم نطلع على نتائج تحقيق السلطات سواء يعني الشرطه او الاجهزه الامنيه الاخرى، ولم يردنا من الدفاع المدني بيان. يعني حقيقة أيضا الدفاع المدني هنالك لديهم مشكلة، يعني تفاجأنا يوم أمس في محاولة التواصل مع شعبة العلاقات أن مديرية الدفاع المدني لا تمتلك ضابط إعلام وعلاقات للتواصل مع وسائل الإعلام بصورة رسمية ولتزويدهم بالمعلومات، نتائج التحقيقات، الخسائر، الأسباب. يعني أيضا هذه معضلة أخرى يعاني منها تعاني منها مديرية الدفاع المدني في نينوى. بالمحصلة نتمنى أن يعوض المزارع عن هذه الخسائر. إذن مراسلنا من الموصل محمود الجمس، شكرا جزيلا لك زميلي.